كيما dernièrement شفنا واحد من الطلبه تاعنا دار اون ابليكاسيون اللي تعاون مرضى السكري وهذه هي الحاجه اللي فرحتنا فريمون بزاف. سلام، معكم امينة شارجي ماركتينغ شي كود 213. كود 213 هو ان سنتر دو فورماسيون بروفيسيونيل اللي يقدم تكوينات في مجالات متعدده كيما لا بروغراماسيون الانتيجنس ارتيفيسيال اي لا داتا. كيفاش جاتنا الفكره باش نحلو كود 213؟ كيما على بالنا التكنولوجيا هو مجال جد مهم، هي دايره حاله dernièrement ماشي غير في الجزائر، في الموند انتي. شفنا باللي لي امبورطون كو لي الجزائريين ولا الجزائريين يواكبوا هاد لا توندونس ولازم يتكونوا في مجال التكنولوجيا، اي سي دو لا كو جاتنا الفكره باش نحلو مدرسه كود 213. كود 213 تقدم العديد من الاختصاصات، منها الارتيفيشال انتيليجنس، بزنس انتيليجنس، ديجيتال ماركتينغ، كودينغ بايثون، باور بي اي et d'autres formations. هنا الهدف تاعنا الاساسي هو لي فورماسيون تاعنا يكونوا اكسيسيبل ا طول موند، كو سوا دي ستوديون حابين يتعلموا مهارات جديده ولا دي بروفيسيونيل حابين يديروا اون مونتي ان كومبيتونس ولا يشيرش افوار بلوس ديكسبيرتيز. الشرط الوحيد اللي لازم يكون عندك هو تكون عندك لا فولونتي لا موتيفاسيون. وي كاين اقبال واسع على الدورات اللي نقدموها، سورتو كو كود 213 تقدم ان امبلوا دو طون اللي يساعد برسك تو موند، تقراو العشيه ولا الويكاند ولا في وسط لا سيمين، اي اوسي نقدموا ان ابرونتيساج اكسي بوكو بلوس على لو كوتي براتيك، دونك الجانب التطبيقي تاع الدورات. وثاني لي ستوديون تاعنا ولا طلبه تاعنا بوف بينيفيسي دون ريكومونداسيون كي يكملوا لا فورماسيون تاعهم. لي ميز المدرسه تاعنا هي لا كوميونيتي كود 213. تقدر تقولوا بلي حنا ماشي غير اون سامبل ايكول، حنا عائله تاع دي كرياتور اي دي انوفاتور، نتلاقاو كامل، نشاركوا في دي زيفينمون اكسكلوزيف، اون في بارتي دون كوميونيتي تري برانشي في مجال التكنولوجيا. الوغ الحاجه اللي فريمون تخلينا نتموتيفا ونقدموا بلوس في ليكول تاعنا هي كي نشوفوا لي ستوديون تاعنا يحقوا ولا يرياليز دي بروجي كونكري. كيما dernièrement شفنا واحد من الطلبه تاعنا دار اون ابليكاسيون اللي تعاون المرضى تاع السكري باش يتابعوا لاكتيفيتي فيزيك تاعهم لاليمونطاسيون تاعهم، وهذه هي الحاجه اللي فرحتنا فريمون بزاف. الوغ الهدف الرئيسي تاع مدرسه كود 213 هو تحسين لومبلويابيليتي في الجزائر، وثاني المشاركة في لا ديجيتاليزاسيون دو نوتر بيي. جوسكو لا عندنا 3 ايكول، اي بيان سور عندنا طموح باش يكون عندنا بلوس ديكول اون الجيري، نكونوا حاضرين في كامل التراب الوطني ونحلوا اون ايكول دون شاك ولايه.